بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلون يا أبا. الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. في آية في الأمثال تمشي مع الفكرة، تقول إيه؟ تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. يعني من يزرع كبرياء يحصد إيه؟ هوان. عاوزين نتكلم عن الكبرياء ونتائجه والتواضع وبركاته، لأنه كلنا لسه فينا درجة مش متواضعين كفاية، وعشان كده حياتنا مش هادية ومش ما عندناش السلام العجيب اللي ربنا عاوز يدهولنا، ما عندناش النعمة الكافية اللي تخلينا ننجح في كل خطوة، نقص التواضع. فالقاعدة بتقول يأتي الكبرياء فيأتي الهوان، تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. هتلاقوها في أمثال 11، والهوان هنا جاية كلمة شيم، يعني عار أو خزي أو، والعكس بقى مع المتواضعين حكمة. يعني المتواضع ده دايما حكيم لأنه كسبان على طول الخط طول ما هو متواضع. آية تاني في الأمثال، أمثال 16، تقول إيه؟ قبل الكسر الكبرياء. هي نفس الفكرة تقريبا مش كده؟ يعني تزرع كبرياء تحصد كسر، هتتكسر بسبب الكبرياء. وقبل السقوط تشامخ الروح، يبقى تبقى قلبك متشامخ هتقع وقع وحش. من المواقف اللي في أول الكتاب اللي فيها فكرة الكبرياء العام اللي عند البشر ده، بس كل البشر على فكرة عندهم كبرياء دلوقتي، بالذات المثقفين أو المتعلمين أو الناجحين. فربنا صدقوني ساعات أحس أنه غلبان معانا قوي، يديك نجاح تتكبر، ما يدكش نجاح تتزمر. ففعلا مزنوق، يعني بحس ان ربنا محتار يعمل ايه. طيب يحب ينجح عياله، اول ما ينجحهم يتنفخوا. طب بلاش نجاح، يديك على دماغك تتزمر. فهو فعلا احنا زنقين ربنا محيرينه. قالوا هلما نبني لانفسنا مدينه وبرجا راسه بالسماء. ده بقى نظام الايه، الابراج بتاعت امريكا ودبي وغيره. الناس شايفة روحها زيادة برضه، وحاسة أنها مش محتاجة ربنا، خلاص مش محتاجة. ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. نسيوا أن هم هيميتوا هيموتوا، ونسيوا أنه كل ده بيزول. فنزل الرب لينظر المدينة. طبعا ده تعبير مجازي، ما هو ربنا شايف يعني، لكن قاعد يتفرج. الناس بتفكر في إيه دلوقتي؟ ما حدش بيفكر فيه خالص، كله بيفكر في الإنجازات والأسماء والحاجات الكبيرة دي. وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل من يأمنون أن يعملوا. ليه؟ لأن ربنا أدى مخ للإنسان فعلا واداله قدرات، فهو ربنا مبدع بطبعه، فخلى الإنسان مبدع زيه. لكن حاسس أن الإبداع دلوقتي هيأذي الإنسان، لأن الإنجازات اللي بيعملوها البشر بتيجي على دماغهم أحيانا بسبب الكبرياء. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. يبقى البابل دي، وبابل دي على فكرة دايما رمز لمملكة الشر. لما بلبل ألسنتهم المكان ده تسمى بابل. لما تقروا الكتاب عهد قديم وعهد جديد تلاحظوا ان بابل دي بالذات رمز للشر، لان بابل كانت عاصمة الامبراطورية اللي زلت اليهود، كانت عدوة شعب الله. وبابل في سفر الرؤيا تنهار في الاخر لانها مملكة الشيطان. فهي ككلمة هي ترمز الى عالم الشيطنة، عالم الشر نفسه، مش كبلد حقيقية لكن كمعنى. لان من اول يوم البلبلة دي كانت بداية الخراب، ان الناس يعني معرفتش تتفاهم، وده احد اهم نتائج الكبرياء. اي ناس ما بيتفاهموش مع بعض تأكد ان في عنصر كبرياء في الموضوع. اتنين ازواج مش عارفين يتفاهموا، لازم في كبرياء في الموضوع. اتنين اصحاب، اتنين خدام، اتنين كهنة، اتنين مسؤولين. المتواضعين لما يكونوا مختلفين ايه؟ بيعرفوا يتفاهموا. لكن المتكبرين حتى لو اخوات وبيتكلموا لغة بعض مش هيتفهموا، هتبقى الحكاية بلبلة بسبب الكبرياء.
موقف تاني من وقت أبونا إبراهيم. أنا بدي شوية حكايات كده بتشاور لنا على الكبرياء في صور مختلفة. هاجر كانت جارية عند أبونا إبراهيم وسارة. سارة اندفعت في مشورة رديئة، خد هاجر وهات العيل وخلاص. ويبدو أن ده كان تقليد المجتمعات القديمة، الست ست هانم لما ما تكونش تجيب عيال الجارية تجيب، بس هي تتحسب لها هي. فبرضو عشان نعذر سارة شوية، بس هي غلطان. لما هاجر جابت الولد سارة هاجت، مع أن هي صاحبة المشورة، لما رأت أنه حبلت صغرت في عينيها. بصوا اللي حصل إيه، أن هاجر بقت تبص بعنيها بس لسارة، بصة فيها يعني إيه، بصة وحش، أنت مش نافع. البصة كبرياء، فهمتوا الفكرة؟ ساعات نظرة العين فيها كبرياء، ان انا طلعت احسن منك، انا اللي هجيب له الولد. خلي بالكم التفكير، عشان كده الكبرياء ساعات ما يطلعش في كلمه، ساعات تكون بصة العين فيها كبرياء، وانت بتتعامل مع الناس في كبرياء من نظرتك يقول كده. موقف اخر في كبرياء، لما موسى دخل ببساطه الفرعون ويقول له ربنا بيقول اطلق شعبي، وعمل له معجزات صريحه قصاده عشان ياكد له ان ده ايه، مش كلام وخلاص، ده ربنا بجد. أمر فرعون ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا كأمس وأول من أمس، ليذهبوا ويجمعوا تبنا لأنفسهم مقدار اللبن الذين كانوا يصنعونه أمس. هنا الظلم ابن الكبرياء دايما، الشخص لما يفتري ده تأكد أنه متكبر. هنا فرعون افترى ليه؟ تصوروا دول عبيد ومزلولين، مجرد أن موسى بس طلب طيب هنضعف الظلم. يعني ايه؟ هتجيبوا كمية الطوب اللي بيتعمل من غير ما نديكوا المواد الخام وتصرفوا، تعجيز وضغط فظيع، والناس كانت بتموت من التعب. لكن ليه؟ عشان فرعون استكتر. يعني ايه تيجي تطلب مني اجازة للناس؟ يعني ايه؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ وفي حد اسمه ربنا غيري؟ من كبريائه افترى. اذن الكبرياء مالوش شكل واحد، عدم التفاهم شكل، احتقار الناس شكل، الظلم شكل. الكبرياء ما بيقولش أنا كبرياء، بس بياخد أشكال كتيرة. تعال نقول بقى، إذا كان يأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ونقول كمان كلنا لسه فينا حتة كبرياء بيبان في مواقف. تعال نفحص نفسنا مع بعض كده وإحنا قاعدين، نراقب الأول دماغنا بتروح فين. أول حاجة تكشف لك الكبرياء طريقة تفكيرك، إيه اللي بيعدي على دماغك؟ أنت شايف نفسك إزاي؟ بتشوف نفسك إزاي؟ شايف نفسك مهم قوي، أهم من ناس تانية، يبقى في كبرياء. حتى لو ماشي تقول أختي تسامحوني، لا معلش، أنت شايف نفسك في دماغك إزاي؟ ممكن الواحد يبقى لسانه لطيف بس جواه كبرياء، ودي الخداع بتاع الكبرياء. الكبرياء ده خداع جدا، لأنه ده الشيطان الأكبر، يعني عدو الخير. فأنت نظرتك جوه نفسك ليه؟ قادر تشوف نفسك أقل كل؟ قادر تشوف الناس حلوة وانت اللي فيك عيوب؟ ولا مش قادر تشوف غير أنا أفضل طبعا، أنا أعظم، أنا أغنى، أنا أجمل، أنا أحكم، أنا بعرف، أنا في أنا جوه دماغك كده. تشركنا كلنا مش تقريبا كده؟ لو واحد قال الحمد لله ما عنديش، يبقى ده بالذات متكبر جدا. فتأكد ان في حتة، لازم فيك حتة كده. كمان راقب دماغك، باصص على الناس ازاي، كيف ترى الاخرين؟ لان المتواضع بجد بيعرف يشوف حلاوة الناس كلها، يشوف الطفل الصغير ملاك من السماء ويكون طفل مشاغب، ويشوف العامل الجاهل إنسان طيب ونقي القلب، ويشوف الست الكبيرة العجوزة الغلبانة دي ست بركة، ويشوف الرجل الغني سخي وكريم، ويشوف الرجل الشديد مدبر وإدارجي. أنت بتعرفش تتهم حد، ده المتواضع. المتكبر لو قلت كل الليستة دي يشوفها بالعكس، ده ولد مش متربي، ده رجل جاهل، دي ست أمية، ده مش عارف مفتري، دماغه مشخصة الناس كلها نيجاتيف،
ده الكبرياء. يبقى يبدأ من الدماغ. راقب دماغك بتبص للناس ازاي، بتشوفهم ازاي، شايف نفسك ايه وشايفهم ازاي. كمان الدماغ بتشوف الظروف ازاي. القديس سبحانه الدرجي له مقولة جميلة تقول: المتكبر لا يحتمل أي تأديب، والمتواضع يعتبر أي تأديب رحمة من ربنا. يعني إيه؟ يعني الشخص المتواضع لما الظروف تلخبط يقول له أشكرك قوي على كده، ده أنا كنت أستاهل 100 مرة مهما الدنيا لخبطت. يبقى شايف أن اللي ربنا بيعمله ده، ده كتر خيرك قوي، ده أنا كنت فاكرك هتعمل فيا وتسوي، ويكون في تأديب. العكس بقى، المتكبر لو حصل أي مشكلة في حياته، ليه بيحصل كده؟ ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ليه الظروف مش ماشية؟ لأنه هو مش مستحمل أي حاجة ما تمسيش، هو شايف نفسه يستاهل كل الخير، هو شايف نفسه كده. فنظرته للظروف كأنه بيقول أنا استاهل كرامة، أنا استاهل تسهيلات، أنا استاهل كل حاجة تمشي صح، تمشي معايا سهلة، ده أنا اللي عملت، ده أنا اللي غيرت. لما يحصل أي حاجة يدور على مكانته في الحاجة دي، دوره فين، ولو ملقاش دور يتنرفز، لو ملقاش اسمه طلع في الموضوع يبقى متغاظ. بينما المتواضع يحب يمجد الناس عادي، وفرحان قوي أنه فلان بيعمل وفلان بيسوي، وفرحان لهم، يعني ما عندوش أزمة مع نفسه. راقب مشاعرك مش بس دماغك، ما هو الكبرياء ده مرض بيخبط في كل حاجة، بعيد عنكم زي السرطان اللي يخبط في العظم والكبد والدماغ، والسرطان صعب، فما بيسيبش حاجة سليمة في البني آدم، ياخد دماغه ويسيطر، وبعدين ياخد قلبه ويسيطر. قلب المتكبر فيه إيه بقى؟ في مشاعر كتيرة قوي وحش، هقول بشوية منها، لكن دي مشاعر ما تخلص. من أكتر المشاعر اللي تعدي على القلب المتكبر الاحتقار، أو التعالي، أو يقرف من الناس اللي أقل. طبعا مش بتكلم في نواحي نظافة وكده، لا، في حتة يعني إحساس أن أنا مش تبع الناس دي. وعلى فكرة دي ملهاش دعوة بالغنى والفقر، لأنه ممكن يبقى شخص غني بسيط جدا ويقعد على الأرض ويتكلم مع الناس بمنتهى التلقائية، واحد يعني ما شافش الغنى عمره وطالع فيها جدا ومش طايق حد. هنا الشعور ده وحش. شعور تاني، شعور الافتخار، انه دايما عنده شعور بان انا مهم، زي الفكرة بس هنا شعور انه مفتخر، انه راضي عن نفسه زيادة. ده شعور، وشعور وراه كبرياء، لان الشعور الصح ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله. او الشعور الصح انا رب اديني عمر الحق اتوب، انا مقصر. ده الشعور الصح. التاني زي الفريسي كده، فريسي متكبر طبعا، عنده شعور بالرضا غريب على نفسه، انا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشر، انا بصوم، انا بصلي، انا دي مشاعره. او شعور الرفض، يبقى رافض كل حاجة، رافض الناس ورافض الاوضاع ورافض، وتلاقيه معاها اعتراض كده وتذمر وشكوى وتمرد، كل دي حاجات تبع الكبرياء. دي بعض المشاعر اللي موجودة. عشان كده يقولوا المتكبر ما يعرفش يحب. متكبر بتاع بلاده بقى، يعني المتكبر اللي هو ايه الاصلي بقى ده ما يعرفش يحب خالص. يعني كبرياء درجات، بس المتكبر قوي لا، ده ما يعرفش ريحة الحب ولا يعرف يحب عياله. تصوروا بتوصل لكده. لكن كلنا فينا درجات، فبنحب، بس الحب متعطل بالكبرياء. خلي بالكم، ربنا عشان متواضع جدا بيحبنا حتى واحنا خطاة، لكن احنا كبرياءنا معطلنا ان احنا نحب الناس، لان لسه بنصنفهم، لسه بنشوفهم من منظور الكويس والوحش. راقب سلوكك، ما هو برضو احنا قلنا الكبرياء هيخبط كله، يخبط الدماغ ويخبط القلب ويخبط السلوك. بصوا الآية بتاعت أمثال 6 دي: هذه الستة يبغضها الرب و7 مكرهت نفسه. أولهم بس إيه؟ لسه هي آية طويلة. عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئة. يعني إيه؟ التعالي سلوك، والكذب سلوك، والظلم سلوك، والتلاتة بنات الكبرياء.
لأن مين يكذب بسهولة؟ المتكبر، يعني بيكذب تجملا أو بيكذب مصلحة. المتواضع ما عرفش يكذب، ولو قالوا له أنت غلطان يقول معاك حق أنا غلطان. لكن لو واحد قالوا له أنت غلطان ومتكبر يطلع الدنيا كلها غلط إلا هو، ويكذب لازم عشان يطلع منها، لأنه ما يحتملش يقول أنا آسف، ما يعرفهاش. المرأة السامرية تستغربوا، هل دي متكبرة؟ لا، مش هي اللي متكبر، اليهود كلهم متكبرين. فالقديس يوحنا قال رد فعل السامرية للمسيح كان عنيف، لأن اليهود طالعين فيها بيحتقروا السامريين، ما بيعملهمش. فالسامريين كرد فعل ما يحبوش اليهود، لأن اليهودي لما يشتم واحد يقول له ده أنت سامري. ده حصل مع المسيح، شتموه قالوا له ده أنت سامري. سامري كانت شتيمة بالنسبة له. فهي صغر نفس بقى، السامري عندها صغر نفس، بس اليهود هنا كان متكبر. عدم التعامل مع شخص كبرياء، اليهود لا يعاملون السامريين من الكبرياء، بينما المسيح حط السامري الصالح مش بس يعامل اليهودي، ينقذه. اليهودي اللي كان نازل أريحة اللي أنقذه واحد سامري، عشان يشاور بس على فكرة بطلوا بقى كبرياء يا يهود، هو واحد منكم اللي أنقذه واحد سامري. في لقى 18 يقول قال لقوم واثقين بأنفسهم. الكلمة دي بتلخبط، هو كل واحد واثق بنفسه متكبر؟ لا، لكن الثقة الزائدة بالنفس كبرياء. فيقول واثقين بأنفسهم أنهم أبرار، دي لازم تبقى كبرياء. يعني أنا أقول لك خليك واثق بنفسك في شغلك، خبرة ماشي، واثق بنفسك في مواضيع معينة ماشي، لكن واثق بنفسك في البر لا لا، تبقى مجنون، تبقى متكبر، لأنه ليس بار ليس ولا واحد، فيبقى في حتة غلط. ويحتقرون الآخرين، وهنا ابتدى يحكي حكاية الفريسي والعشار، راقب كلامك. يبقى الكبرياء هيبان في دماغك، وهيبان في قلبك، وهيبان في سلوكك، وهيبان في لغتك، لغتك تظهرك. أيوب كان شخص يبدو عليه أنه مثالي. أول صفحة في أيوب تقول كان بارا، ما فيش في الدنيا زيه، حتى ربنا شهد له قدام الشيطان قال له ما أنت ما فيش حد زي أيوب. إنما على قد ما هو بار قوي كده، بار يعني بيعمل كل حاجة صح، بس في حتة جوه مستخبية فيها كبرياء. لما تقرص عليه قوي طلعت الحتة بقى المستخبية دي. ففي لحظة غضب بص وقال جملة تطلعه متكبر جدا، قال ايه؟ اما الان فقد ضحك علي اصاغري اياما، الاصغر مني بالايام بالسنين، الذين كنت استنكف من ان اجعل اباءهم مع كلاب غنمي. يا نهارك ابيض، ده انت الشيطان يتعلم منك. ايه ده؟ تصوروا ده أيوب البار، خلي بالكم. عشان كده بقول لكم مهما كنتوا بتوع ربنا حاسبه، لأنه الكبرياء ما بيرحمش، بيتسرب للقلب كده وبيبان في لحظات الضعف. فأيوب لما صعبت عليه نفسه قال كلام صعب قوي، قال ده أنا أهاليهم دول ما شغلهمش مع الكلاب اللي عندي. صعبة الكلام بقى، بكلامك يطلع اللي في القلب، من فضلة القلب يتكلم اللسان. ما كانش حد يرى في أيوب أنه متكبر، ده راجل خير جدا، راجل خير جدا، وراجل مدقق، بيقول عهدا قطعت العيني لا أتطلع في عذراء، وفي العهد القديم يعني مدقق جدا وساخي جدا، وقانون الروحي فظيع، صبح يوميا بيقدم ذبائح عن ولاده كلهم بالعدد، فمليان فضائل بجد. ومع هذا في جوه حتة كده اسمها ايه؟ بر ذاتي او كبرياء. مرة تانية يقول كامل انا، لا ابالي، لا ابالي بنفسي، يعني يحصل اللي يحصل هفضل انا صح، رزلت حياتي. اللي ييأس ده يبقى برضو متكبر. في يهوذا، قديس يهوذا غير يهوذا الاسخريوطي، كتب رسالة من اصحاح، اتكلم عن الناس اللي بتطلع بدع، بدع، البدع دي موجودة في كل جيل. قال هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة. كان ساعتها طلعوا مجموعة من الغنوسيين أباحوا الزنا، ادعوا أنهم مسيحيين وأباحوا الزنا، وبقوا يتريقوا على الملائكة، يتهاونون بالسيادة
زي ما تلاقي واحد يتريق على العدرا وعلى الملائكة وعلى الكنيسة وعلى ومش عاجبه حد، مش حد مالي عينه، يتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. طبعا الاستهزاء ده بكل المقدسات ده معناه كبرياء، واحد ما فيش حد بيملى عينه. يعني ميكال بنت شاول خدت من أبوها الكبرياء، فميكال لما لقت داود ماشي قدام التابوت مش ماشي، ده هو عمال كده فرحان زي العيال وبتهز وإيه وعمال يغني مع اللاويين وفرحان جدا إن التابوت داخل أورشليم، والناس كلها بتكرمه جدا لأنه حابينه وشايفينه بيحب ربنا بجد، فمحدش بصله بصة وحش. لكن ميكال ما استحملتش البساطة دي، المتكبر ما يحبش البساطة، يحب المنظرة. فخرجت لاستقبال داود وقالت: ما كان أكرم، بتتريق خلي بالكم، ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حين تكشف في أعين إماء عبيده. يعني بهدلت نفسك قدام العبيد كما يتكشف أحد السفهاء. تصور واحدة تقول لجوزها كده، ومش جوزها ده، أنا ده ملك ونبي عظيم وحبيب ربنا، تقول له بقيت سفيه في نظر الناس، منتهى الكبرياء طبعا. في أمثال 15 كم آية تاني على الكبرياء كده: الرب يقلع بيت المتكبرين. يعني بيت المتكبرين عمره ما يبقى ثابت، الشخص المتكبر بيته مهزوز يتقلع كده زي ما يقلعوا الزرع يعني. ويوطئ تخم الأرملة، الغلبانة بقى الأرملة اللي ملهاش حد دي، اللي هي طبيعتها متواضعة دي بيتها مستقر. مخافة الرب بغض الشر. الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. يعني بيفصل إيه الشر، بدأوا بالكبرياء على طول، أول كلمة في موضوع الشر جملة كده كبرياء وتعظم وفم الأكاذيب. مرة تاني يقول: الخصام إنما يصير بالكبرياء. قاعدة مهمة، مش ممكن خصام ما يكونش وراء كبرياء، ومع المتشاورين حكم. الكبرياء بتعمل إيه؟ الآية بتقول: يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. أول حاجة يعملوا الكبرياء فينا إحنا بقى أولاد ربنا، لما يدخل فكر متكبر أو شعور متكبر أو كلمة فيها كبرياء أو سلوك، تفقد النعمة. نعمة ربنا تحب جدا المتواضع وما تطقش الكبرياء. المتكبرون يعرفهم من بعيد عن بعد، يعني ايه؟ لا خليك بعيد، ما تقدرش تقرب من ربنا خالص وانت متكبر. فتفقد النعمة. كل واحد فيكم في حياته نعمة، ستر، بركة، حب للناس، خير، نجاح، دي كلها اسمها نعمة. النعمة على طول تقع أول ما الكبرياء يطلع يزيد. فخليك مراقب نفسك، أول ما تحس إن مفيش بركة اعرف إن أنت محتاج مزيد من التواضع لألا تفقد النعمة. كبرياء تعمل تدهور روحي. يعني إيه؟ أول ما مشاعر كبرياء تدخلك تدخل في فطور على طول. لا يمكن المتكبر يتعزى في صلاة، ما تصدقوش ان المتكبر يصلي بحرارة، لا ممكن يبقى نفس، سوري يعني نفساني زي ما قالها القديس يهوذا، لكن ده مش روحاني. اللي يحس بالصلاة قوي المنكسر القلب، انما اللي شايف نفسه ما يعرفش يصلي، يصلي كلام طالع بس من لسانه كده لكن ما فيش مشاعر نقية، لا ما يعرفش، يحسش بقى بربنا الاحساس الحلو، يبقى عنده فطور. الكبرياء كمان توقع في اليأس. المتواضع ما يقاسش لي، مهما وقع في خطية عارف انه ضعيف ومصدق انه غلبان وشايف ان ربنا رحمته واسعة جدا فما يقاس. انما المتكبر زي اللي بيقول ازاي انا اعمل كده، فاهمين؟ انا هي دي اللي بتجيبه بقى، زي يهوذا كان في حتة كبرياء فاستكتر على نفسه الجريمة اللي عملها فهلك. لو هو متواضع وراح للمسيح قال له أنا آسف خلصت، بس ما عرفش يعمل كده. الكبرياء تجعل الإنسان أحمق. يعني إيه؟ ياخد قرارات غبية فعلا. يعني شاول مجنون، بسبب كبرياءه قتل أكتر من 80 كاهن أبرياء. إزاي يعني مخك راح فين بسبب الكبرياء؟
وهيرودس مجنون قتل الأطفال بيت لحم بسبب كبريائه، عارفين ليه؟ إزاي ما يرجعوا ليش؟ يا سلام، دول ملوك رأسهم برأسك يعني، هم حرين يجروا ويجوا لك ولا ما يرجعوا لك. أنا قلت لهم شوفوا لي يسوع ده فين وارجعوا لي. الملك قال لهم ما ترجعوا ما تسألوش فيه. فروحوا بلادهم، خرب الدنيا بسبب كبريائه، عمل مذبحة أطفال. بصوا القرارات قد إيه غبية لما الواحد يبقى متكبر، يا ما بيوت خربت ويا ما مشاكل تضاعفت بسبب الكبرياء. لو الواحد متواضع كان يطلع بقرار حكيم، كان يأجل القرار. الكبرياء تعمل إيه؟ تخلي الناس تبعد عنك. الإنسان بيفقد الناس أول ما يتكبر. الكبرياء منفر، أي حد يتعامل مع شخص يحس أنه طالع فيها يرجع لورا، ما يحبش يتعامل معه كتير. والعكس أي شخص متواضع تحس أنك عاوز تقعد معه على طول. طيب في كبرياء في التربية، كبرياء في التربية معناه إيه؟ أنا أقصد إحنا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أنتوا عارفين أن حاليا أغلب التربية الحديثة بتربي كبرياء، بالذات التربية الغربية. عشان كده نقل مبادئ التربية من الغرب خطر، لأن الغرب يميل للكبرياء. المجتمعات الغربية بتمجد الذات لأنها لغت ربنا، وده داخل على بلادنا بسرعة عالية جدا. لما تمدح ولادك بمبالغة امدح ولادك، لازم تشجع، لكن لما تبالغ قوي الحياة انت بتنفخهم هيفرقعوا، يعني مش بتنفخهم حاجة كويسة. في فرق بين التشجيع وبين المبالغ. صار واحد يقول لابنه أو بنته انت أذكى واحد، انت مفيش زيك، انت ما بتغلطش، انت عبقري، مش ده التشجيع. قول له انت شاطر، قولها له بالراحة شوية يعني. لكن تطلع أحسن من أي حد، هيحصل له حاجة من اتنين، يا هيصدق ويعيش في برج عاجي، يا هيكتشف الحقيقة هينهار نفسي، وغالبا التانية بتحصل، لأنه اكتشف أنه هو مش أحسن واحد ولا حاجة، فتصدم صدمة عمره لأنه كان مصدق. الكبرياء في التربية ساعات يجي بالقدوة السيئة. تصوروا طفل شايف أبوه طول النهار يشخط في العمال والموظفين، طالع فيه العيل الصغير ده بيدخل يشخط بعد كده. احنا بتبقى عندنا ساعات شمامسة مش باينين من الأرض، بيردوا على الناس الكبار ردود الواحد بينزعج. يا ابني ده انت 6-7 سنين تقدر تتكلم مع الكبير كده؟ يعني الغلط على والدك على طول. طبعا هو شايف أبوه طايح ففاكر دي شطارة، ادي اللخبطة في التربية. كمان لما يسمع الحوار اللي في البيت بين أبوه وأمه وهم طول النهار عمالين يشوفوا عيوب الناس، اللي بيتربى في ذهن الطفل انه ما يشوفش غير عيوب الناس، كبرياء. النقد المستمر ده بيخلي الطفل طالع شايف كل الناس وحش. بينما العكس تصوروا طفل بياكل مع أبوه وأمه سامع أبوه بيتكلم قد إيه البواب ده راجل كويس، وجارنا ده راجل كويس، واللي معاه في الشغل ناس طيبين، هيحس إنه طالع شايف كل الناس حلوة، عينه هتتعلم التواضع من بتلقائية. كبرياء في التربية بيبان إن الأب أو الأم ما بيقولش سوري، ما بيعتذرش، فيطلع الطفل عنده مبدأ أنا مش هقول سوري، أنا هثبت الغلط على حد تاني لأنه متكبر. لكن لو الكبار بيقولوا سوري بسهولة وبصدق يطلع الطفل عنده ما عندهش مشكلة أنه يعتذر لأنه بيغلط. كمان كلمة حاضر لو هي بتتقال سهلة في البيت الطفل يطلع متواضع، لأن كلمة حاضر عنوان للتواضع، بس حاضر ساعات ما بتتقالش، فيطلع الطفل مش قادر يقول حاضر. لما يبقى شاب بقى يبقى عنيد متكبر لأنه ما سمعهاش وهو صغير. بعض مفاهيم القوة الكاذبة، يعني إيه؟ لما الأباء والأمهات يبقوا بينفقوا عيالهم في فكرة عشان تبقى بكرة غني، ويبقى الغنى ده هدف. طب ما هو دخل في مفهوم غلط، تبقى بطل سينما، تبقى بطل رياضة كويس، بس خلي بالك انت ليه ما حطتش ماري جرجس قصاده؟ انا فاكر لما كنت بخدم ابتدائي من 35 سنة كان عندنا 6 شهور باب كده اسمه البطولات الروحية، كل درس ببطل. كنا نسأل أمين الأسر هو إيه لزوم القصص دي كلها،
فكان يقول لنا كلمة حكيمة قوي، يقول عاوزين عيالنا يشتهوا يبقوا أبطال من النوع بتاعنا، يتمنوا يبقوا أبطال زي أثناسيوس، أبطال زي ماري جرجس، أبطال زي الست دميانة. فأنت بتحط بطولة تجذب دماغ الطفل، فخلاص بتقعد التلفزيون والسينما والرياضة مش هم أحسن حاجة، دي البرمجة الصح، لكن الباقيين كلهم طبعا فيهم كبرياء. أختم وأقول إزاي نقاوم الكبرياء. كلنا فينا حتة ربنا يحمينا. أول حاجة الخوف من عواقبه. يعني إيه؟ أنا كل المقدمة دي عشان أخوفكم من الكبرياء، لأنك لما تخاف مش هتقع في الكبرياء بالسهل. بص أيوب حصل له إيه عشان ربنا يعالجه من الكبرياء؟ لأ ربنا يحمينا، لأ ده فوق طاقتنا مش كده؟ خلينا نختشي بالذوق. الخوف من عواقب الكبرياء. الكبرياء ضيع ناس كتير قوي، ضيع شاول الملك اللي كان في يوم من الأيام راجل طيب وبسيط، انتهى نهاية وحش. ضيع يهوذا، ضيع هيرودس، ضيع فرعون اللي شاف معجزات أكتر منكم كلكم. فلما تخاف من عواقب الكبرياء تقف له بقى، تقف للكلمة الزيادة اللي هتقولها وللنظرة والفكرة والسلوك، كل ده لازم تراقبه بقى. والعكس اشتهي التواضع. التواضع شهوة لكل شخص فاهم ربنا، شهوة التواضع، لأنه فيها تقول اطلبوا التواضع، دي عملنا عليها 5 مؤتمرات زمان فاكرين. اطلبوه يعني ايه؟ يا رب نفسي اكون متواضع زيك، نفسي اشوف كل الناس حلوة، مشوفش ولا حد وحش، عاوز ابقى فعلا متواضع القلب زي ما قالها المسيح. هنا شهوة التواضع تحميك، يبقى ده موضوع يشغلك أهم من أنك تبقى عامل إنجازات في الدنيا. التواضع ده حاجة جوه، لأنك هتبقى شبه المسيح، تعلموا مني لأني متواضع القلب. تقاوم الكبرياء بأنك تحاسب نفسك وتبقى صادق في اعترافك، اعترافك قدام نفسك أنك مقصر، وأن النعمة اللي عندك مش لأنك كويس، لأنه ربنا كريم. في آية غريبة شوية تقول إيه؟ استزعلوش بس من الخبط اللي أنا بخبطه. إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. يا ساتر يا رب، يعني إيه؟ أنت ربنا مديك كرامة، إياك تكون مش فاهم، ده من فضله، ده لأن أبوك بيحبك. لكن لو ما فهمتهاش لمؤاخذة تبقى زي البهايم اللي ما بتفهمش. الكرامة دي مش شطارة منك، النجاح ده ما كانش شطارة منك. إنسان فيه كرامة ولا يفهم ان الكرامة ايه؟ نعمة. فهمتوا الفكرة؟ يشبه البهائم التي تبت، يعني هتنتهي حياتك يعني خبر وخلص. لكن خليك في كرامة، بس خليك فاهم. فاهم ايه؟ انه ربنا وراء كل نعمة هو ربنا مش انت، انت ما انت بل نعمة الله. الحاجات اللي تقاوم الكبرياء انك تختار الخدمات مش عارف اسميها الوضيعة شوية، اللي هي بتاعت غسيل الارجل. حاول ما تختارش الخدمات اللي فيها كرامة زيادة، اقبل الخدمات البسيطة، ما تستقلش. المسيح رضي يغسل رجلين تلاميذه، وساب لهم الدرس ده قبل سفره السمع، قبل اللي صليبه على طول، عشان طب ما هو ياما وعظ وياما عمل معجزات وياما خرج شياطين ومحبوب ومشهور جدا، جاء عند الحته دي وقعد يغسل واصر على غسيل الارجل، عشان دي بتكسر كبرياء التلاميذ، عشان يقول لهم مش معنى ان انتوا خرجتوا شياطين تستعفوا عن غسيل الارجل. هم كانوا بيخرجوا شياطين ساعتها، قال لهم لا انا عاوزكم تتعلموا دي. قاوم الكبرياء بأنك تتمسك بالمتكئ الأخير مش الأول. يعني إيه؟ اقعد ورا، اقعد ورا، مش بتريق على مش اللي قدام دول مش وحشين ولا حاجة، لكن يعني بلاش تبان زيادة، بلاش تاكل القعدة، بلاش تفرض رأيك، بلاش تبقى أنت دايما صح والناس غلط. ارجع ورا شوية، ارجع ورا، هدي، يعني ادي فرصة لغيرك يسبق، ادي فرصة لغيرك يتكلم، ادي فرصة لغيرك ينجح. لان في خادم ساعات يسيطر، يبقى هو الايه؟ الاول والاخر، البداية والنهاية، وهي طبعا النهاية بتبقى يعني
قفلت عليه. حبيبي يعني اللي جابك جاب يجيب غيرك، افتح الباب لغيرك. وهنا الصمت احد معاني المتكئ الاخير، اسكت شويه يمكن تسمع حاجه لنفسك ويمكن غيرك يقول حاجه كويسه. برضو كتر الكلام في نوع من الكبرياء. جهاد الطاعه، لما تقول حاضر انت بتتحدى كبريائك، بتعالج نفسك. قول حاضر عشان تعالج نفسك. جهاد الاحتمال، لما يتحط قدامك ظروف صعبه افهم ان ربنا بيعلمك التواضع. فلما تبقى عندك مشاكل في شغلك، ايوه انت عمال تقول له شيل، هو مش عاوز يشيل. ليه؟ لانه عاوز يعالج الكبرياء اللي جواك. استحمل شويه. عندك مرض مش راضي يخف، هو عمال يعالج كبريائك زي ما عمل مع ايوب. ايوب ما خفش بسرعه، طول ما كان عمال يخبط ويرزع كده سابه. فين لما اتكسر كبريائه وعرف حق انه ضعيف وانسان ضعيف، ربنا جاله قال له خلاص خلصت التجربه، اديك فهمت اخير. جهاد الشكر، تعود تشكر كتير قوي، لان الشكر بيفوقك انه كل الفضل لربنا، وانه كان الطبيعي انا وانت نبقى في الجحيم دلوقتي، ده كان الطبيعي، فاللي احنا فيه ده كله ده نعمه. اخيرا جهاد الصلاه الدائمه، وقف فكر الكبرياء اللي بيحاربنا كلنا يوميا، فكر الكبرياء وقفه بالصلاه، صده بالصلاه. ارحمني يا رب، شيل عني الافكار دي، انا يا رب الاخير، انا الضعيف. لالهنا كل مجد وكرم.